أنا صالح العبيدي، مصور صحفي من جنوب اليمن. تعالوا معي لأحكي لكم قصتي، كيف تحولت من مسعف ميداني إلى مصور صحفي. بعد الانتهاء من الثانوية دخلت جمعية الهلال الأحمر والتحقت معهم متطوع في الإسعافات الأولية ودربت عندهم الإسعافات الأولية. بدأ عملي كمسعف عندما بداية انطلاق الحراك الجنوبي في 2007. خرجت معها سيارة الإسعاف وبدأنا نسعف في الجرحى والضحايا، ومن هنا بدأت يعني أتحسر وأقهر أن هناك انتهاكات تمارس ضد المتظاهرين السلميين. هناك بدأت عندي هوية كان أوثق، يعني حتى قصيت يعني سنة كذا ماش كانت معي كاميرا ولا أنا حق تصوير، بدأت كانت معي جوال كنت أصور وأرسل وسائط. أصعب المشاهد استهداف مطار عدن وأنا في داخل تبي سكر اليوم بعد هذا الاستهداف، وما شفت الدنيا تطاير قلت إيش ده مفخخة، كيف اخترقت هذا الحاجز أمني؟ وهذا كان الأصعب، دماء صواريخ ساقط، وأنا الوحيد اللي التقط المشهد أثناء سقوط الصاروخ وطلعت إثبات إن هذا صاروخ. والمشهد الثاني مجزرة المرسى في التواي في حرب 2015، كنا نشوف القوارب تخرج مليان تاقوتات وقرحة حتى لون البحر تغير إلى أحمر. والله طبيعة عملنا سببت لنا مشاكل كثير ومخاطر. هو العمل في ظل الحروب هذه بالذات في بلدنا لأنها حرب داخلية خطر جدا ومتعب جدا، وحتى بعض أحيان كنا ندخل مكان مواجهات يعني تكون بالأمس أنت فيها تصور في أمان، دي اليوم الثاني أنت فيها خطر، في قطع الطرقات غير مخاطر الألغام والعبوات، استهدفنا قدة مرات بس نجينا بعقوبة. ولهذا في الحروب الصحفي حياته في خطر، والله إنها بعض أحيان نخرج نحن ندعى أولادنا نقول ممكن ما نرجع لبيوتنا بسبب المخاطر. في 2017 تقريبا في شهر 4 انطلقنا قطينا الأحداث ونحن خارجين تدري إلا صاروخ يستهدف المركبة اللي كنا نحن فيها، صاروخ حراري لي عندي انتهى كامل وأنا احترقت إصابات راحت عيني، يعني كانت يعني الحمد لله كتب لي الله عمر جديد، كان مش متوقع أن أنا أعيش. خيرونا بين الصحافة والإسعاف، اختار الاثنين. أنا حتى في الحرب أنا رايح القبهات أغطي تنزل هاون صاروخ سكاتوشا في يسقطوا ضحايا بالسيارة، أحاول أعمل لهم إسعاف سريع وأسعفهم فوق السيارة، وكنا كثير أكثر الأوقات والله أقدم بالكاميرا قيس أسعف. لما توقف من العمل الصحفي حتى لما صرت قلت بتوقف لكن ما أقدر ما أستطيع، لأن العمل الصحفي عمل مهني ونقل الحقيقة، لولا الصحفيين مين بينقل الحقيقة؟